حياكم الله مشاهدينا ومتابعين قناة الأيام الفضائية بحلقة جديدة من برنامج إيتاك. مثل ما تعودنا بكل حلقة فاصل وبعدها نرجع للفيديوهات والترندات، ابقوا ويانا. أهلا بكم مشاهدينا وبرنامج إيتاك وأول منصة إن هي منصة الفيسبوك. دائما هاي المنصة نشوف بها الأخبار والترندات، ومن أبرز الأخبار والترندات اللي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ونالت اهتمام الشارع العراقي هو تقرير لأحد الصحف الأمريكية اللي يتضمن أنه رئيس السلطة القضائية فائق زيدان هو أحد أهداف شبكة التنصب اللي تم إلقاء القبض على 7 أعضاء منها، ولا زال التحقيق جاري وياهم. لكن المركز الإعلامي في مجلس القضاء الأعلى نفى هذا الخبر اللي تداول هذا الموضوع. مجلس القضاء الأعلى يوضح المركز الإعلامي في مجلس القضاء الأعلى عدم صحة ما يتم تداوله على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بخصوص وجود محاولات تنصت على السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى. هذا الخبر عن السلطة القضائية وعن التنصت اللي تم تداوله حول رئيس السلطة القضائية. مشاهدينا الطلاب لهم أكيد نصيب من منصة الفيسبوك. اليوم انطلقت امتحانات الدور الثاني للمراحل المنتهية السادس الإعدادي والثالث المتوسط في جميع محافظات العراق. طبعا على صحيفة وزارة التربية العراقية، التربية انطلاق امتحانات الدور الثاني الوزاري للدراسة المتوسطة صباح اليوم في العراق. أعلن المكتب الإعلامي في وزارة التربية انطلاق الامتحانات الوزارية للصف الثالث المتوسط الدور الثاني في بغداد والمحافظات للعام الدراسي 2023-2024 صباح اليوم الخميس الموافق 29/8 بعد الانتهاء من تجهيز المراكز الامتحانية بالمستلزمات اللوجستية والفنية وتوفير متطلبات نجاح الامتحانات قبل أيام من الآن، مشيرا إلى انسيابية أداء الامتحان الأول فضلا عن التزام الطلبة ومديري المراكز والمراقبين بالتعليمات الصادرة من وزير التربية واللجان الامتحانية الدائمة والفرعية وسط أمنيات النجاح والتفوق لطلبتنا الأعزاء. الطلاب كلها توجهت إلى مراكزهم الامتحانية وأدوا الامتحان، وإن شاء الله يا ربي نتمنى لهم الموفقية والنجاح. وعلى خلفية انطلاق الامتحانات لطلبتنا الأعزاء، قطعت هيئة الإعلام والاتصالات الإنترنت لمدة 2 ساعة من الساعة 6 الصبح للساعة 8 الصبح. هذه الإجراءات دائما تتخذها الوزارة، لأن سبق أن تم تسريب الأسئلة، يتم تسريبها قبل مثلا ساعة من الامتحان أو 2 ساعة، تضطر وزارة التربية أنه تغير الأسئلة أو تم تأجيل الامتحان اليوم الثاني، فاتخذت هذه الإجراءات إجراءات احترازية حتى يتم الامتحان بسهولة وسلاسة ويسر. عندنا تعليقات حول هذا الموضوع مشاهدينا، حول موضوع قطع الانترنت. يعني رواد مواقع التواصل الاجتماعي أكو بيهم اللي ما قابل على قطع الانترنت. خلينا نشوف التعليقات. ما يصير هيك، ناس عندها شغل وأعمال، ليش تقطعون أرزاق العالم؟ هي 2 ساعة، ما أعتقد هاي 2 ساعة راح تأثر يعني على أرزاق العالم. تعليق ثاني، شو وقت نخلص من هالسالفة وإلى متى؟ والمشكلة يشوفون الشعب أغلبه ناغم على هالقرارات، ناقم على هالقرارات وما راضي ومغلسين، لا يوجدون حلول ولا شيء ومقضيها على أسرع حل وأبسط حل بالنسبة لهم. يعني صراحة أنا ما أعرف ليش أشوف هيجي أكو فد يعني ثورة على هذا الموضوع، وهو أولا الوقت من 6 ل 8 ما بيفد مشكلة يعني حتى لأصحاب المهن سواء الحكومية أو الخاصة، يعني ما أعرف. على العموم تعليق آخر، بس بالعراق الامتحانات تبدي نهاية الأسبوع، يعني هي هيجي رهمت. تعليق آخر مشاهدينا، ليش هو عندنا نت بالعراق ما يحتاج تقطعوه أصلا هو مكبسل؟ هذا من هشام علي اللهيبي. أكو بعد تعليق، هذا آخر تعليق لنا بهذا الموضوع وعن قطع النت. عندنا خبر آخر مشاهدينا
على منصة الفيسبوك. طبعاً النزاهة أكيد لها دور بمنصتنا ولازم يعني نأخذ لها خبر. هيئة النزاهة طبعاً أعلنت عن أبرز النشاطات وأصدرت 36 أمر قبض واستقدام بحق ذوي الدرجات العليا اللي خاصة بشهر تموز 2024. خلينا نشوف النشاطات، نشاطات هيئة النزاهة الاتحادية لشهر تموز 2024. 209 عدد عمليات الضبط، 50 المتهمون الذين تم ضبطهم بالجرم المشهود، 36 أوامر قبض واستقدام بحق ذوي الدرجات العليا، 48 أحكام الإدانة القضائية، 61 المدانون بأحكام قضائية، 30 ملفات تسلم الهاربين والأموال المهربة، و 5500 استثمارات المشمولين، 3 المشمولين بالكشف الذين ظهر لديهم تضارب في المصالح، 73 زيارات مراقبة الأداء الوظيفي في مؤسسات الدولة. هذه هي أبرز النشاطات لهيئة النزاهة اللي تم يعني إصدارها. عندنا خبر أيضا يخص الموظفين، هذا خبر طبعا من الأخبار اللي يعني خلينا نقولها بشارة للموظفين. دائما الموظف يتم استقرار فقر أو درجة الوظيفية على درجة معينة من الدرجات، لكن هذا الخبر جاء إلى بشارة لهم الدائرة القانونية، إنجاز التعديل 21 لقانون الملاك رقم 19 لسنة 2024 لأغراض الترفيع. يعني ما راح تبقى هناك درجة مسكنة، يبقى الموظف يترفع متى ما استحق هذا الترفيع. أنجزت الدائرة القانونية قسم الوظيفة العامة التعديل 21 المتعلق بقانون الملاك رقم 19 لسنة 2024 المتضمن استحداث وظائف جديدة لرفع التسكين عن شريحة واسعة من الموظفين لأغراض إطلاق ترفيع المستحقين ممن مرت سنوات على تسكينهم. وأوضحت الدائرة أن الضوابط التي ستصدر عن الوزارة تأتي لتسهيل تطبيق القانون وتمكين لجان الترفيع في الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة من ترويج معاملات الترقية والترفيع لموظفيهم ودون معوقات. يشار إلى أن قانون رقم 19 لسنة 2024 تم نشره بجريدة الوقائع العراقية ذات العدد 4790 والصادرة بتاريخ 26 آب 2024 متضمناً التعديل 21 لقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960. هذه البشارة للموظفين، وإن شاء الله دائماً يا ربي تكون لهم بشارات. هذه الأخبار اللي كانت عندنا مشاهدينا لمنصة الفيسبوك. عندنا منصة أخرى هي منصة الإنستغرام، ننتقل إلها لكن بعد الفاصل. مشاهدينا رجعنا وياكم بمنصة الإنستغرام. أيضا هذه المنصة مزاخرة بالأخبار بالقصص بالأحداث اللي يتراودها رواد مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا تنال اهتمام الشارع العراقي. دائما العالم يكرس نفسه حتى يلبي احتياجات الجميع، لكن مبادرة ذوي الهمم هي من المبادرات اللي تجسد العزيمة والإرادة واللي تتخطى كل التحديات والخطوط. هذه المبادرة هي مو فقط مجرد برامج حتى تدعم هذه الفئة، هذه خطوة رائدة وعظيمة لتكافؤ الفرص حتى يتمكنون من إدماج كل أفراد المجتمع بشكل سليم. مبادرتنا لهذا اليوم هي مبادرة مختلفة من نوعها، خلينا نشوف الفيديو مشاهدينا ونرجع نعلق على هذا الموضوع. أهم حدث خيري راح يكون داخل العراق. من فترة وأنا أطلقت حملة لإقامة مباراة خيرية لدعم ذوي الهمم ومرضى أطفال السرطان داخل العراق، وبالتعاون مع مجلة مشاهير العراق كلكم ممكن تشاركون بهذا الحدث الخيري اللي راح يكون مشارك فيه فنانين، صناع محتوى، مشاهير، رياضيين، معتزلين وحاليين وشخصيات معروفة عراقية وعربية. حيكون اسم المباراة احنا نقدر تحت شعار اصنع من ألمك قوة. ممكن تشاركون بهذا الحدث كلاعبين او حاضرين مع الشخصيات المعروفة والمشهورة او جماهير، او حتى وانت قاعد بالبيت ممكن تكون داعم لهاي المباراة الخيرية. زين راح تسألوني ارباح هاي المباراة وين راح تروح؟ راح تروح ارباح هاي المباراة لدعم ذوي الهمم
وأطفال مرضى السرطان. أني وهواي شخصيات معروفة ومشهورة عراقية وعربية راح نكون مشاركين بهذا الحدث. أنتوا راح تشاركون بي؟ أوقف أوقف قبل لا أكمل. أكو شخصية عالمية ومعروفة كلش هواي راح تكون مشاركة بهذا الحدث. منو تتوقعون؟ مثل ما شاهدنا مشاهدينا هذا الفيديو اللي يتحدث عن مباراة خيرية لذوي الهمم. يعني ذكر انه راح يشاركون بها مشاهير، صناع محتوى، رياضيين، فنانين، وايضا دعا المواطنين انه يشتركون بهذه المبادرات حتى تكون هناك يعني نشاطات فعاله لدعم هذه الفئه. من خلال هذه المبادرات مشاهدينا راح نتاكد انه بالامكان كل المواطنين يشاركون بهذه المبادره حتى يقدرون يتواصلون او يتفاعلون بالحياه الاجتماعيه. الخبر اللي بعد هذا الخبر دائما انتشرت يعني بالآونة الأخيرة التعنيف، زوج يعنف زوجته أو زوجة تعنف زوجها مثل ما صار بالسليمانية، وزوجة ألقت بزوجها من السطح، وأيضا أب يعنف ابنه أو يقتله، أو أم تعنف بتها. خبرنا لهذا اليوم ما يختلف يعني كثير عن الأخبار اللي انتشرت أو تروجت. هذا الخبر عن أب يعنف بنته، طبعاً يصورها بموبايله ويقول إنه أو تنديداً بزوجته، أو يريد يحرق قلب زوجته إنه شوفيني أنا دا أعذبها، أنا دا أقتلها. خلينا نشوف مشاهدين الفيديو ونرجع لكم. هاي هي أو نايمة؟ ها 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 اسم الله اسم الله اسم الله اسم الله. هاي كلها من ورا امك، باعي سويت بيك؟ ما 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 خلي شدش فوق اخوي، خلي تشوف امك بعينها، خلي تشوف امك، خلي تشوف امك بعد. هاي هيك، هاي هيك. شو شريتها فلقه ابني من يديها يا فلقه، ولا طقين بالعباس، بالعباس اطقين نمارق لا تعانديني، نمارك لا تخليني اسوي شيء بالبنيه، لا تعامديني، راح اطق حتى ديها. يلا لا تبكي، ليش لا تبكي، لا تبكي، هاي كلها من ورا امك. يعني اللي يشوف هذا الفيديو مشاهدينا يقول انه هذا انسان واعي عنده عقل. يعني هذا التصرف نعزول شنو؟ انه يتناول المخدرات، انه قله وعي، لو ابتعاده عن الدين الإسلامي وعن مخافة رب العالمين. إذن أنت عندك مشكلة ويا زوجتك، ما مرتاح ويا زوجتك، تعذب بنتك اللي هي من دمك ولحمك وتحرق قلب أمها بهذا التصوير. لولا المناشدات وانتشار الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وصلوا الخبر للقوات الأمنية، ما تم إلقاء القبض على هذا الأب. قبل فترة أيضا انتشر فيديو الأب على حافة جسر وشايل، هاي يمكن 4 سنوات أذاك حسب ما أذكر، سنة يمكن، وشايل سكينة ويريد يذبه من الجسر. زين يعني وين وصلنا؟ وبالتالي نحكم 6 شهور سنة، ما أعرف يعني. بارك الله بجهود القوات الأمنية اللي تقدر أنه تخلصنا أو تعاقبهم أو تنطيهم خلينا نقول أقصى العقوبة حتى يرتدعون عن القيام بهذه الأمور أو هذا التعنيف. عجيب والله العظيم. وبالتالي التساؤل اللي واحد يريد يقوله، وبعدين الطفلة هذه راح تكون الأمها، راح تكون أكو مثلا إجراءات قانونية أو إجراءات متبعة لحماية الطفل؟ إن شاء الله ما تتكرر عندنا هذه الحالات، حالات التعنيف لأي جزء من أو أي فرد من أفراد مجتمعنا، وينال هذا الأب وكل الآباء اللي يعنفون أولادهم وكل الأشخاص اللي يعنفون أحبائهم أقصى العقوبة. أيضا من الفيديوهات اللي انتشرت عن مستشفى الألماني، احنا نعرف أنه الطالب اللي يتعب على نفسه ويجتهد ويشد حيله مثل ما يقولون ويوصل لكلية الطب، يريد يصنع مستقبل البلد، يريد يسوي لهم فد يعني خلينا نقول فد كيان لهم. بحادثة غير خلينا نقول مو جديدة، انه
اعتداء على الكوادر الطبية وتحديدا في محافظة النجف الأشرفي مستشفى الألماني تم الاعتداء على الكوادر الطبية بهذا الفيديو. مشاهدينا خلينا نشوفه. صراحة اللي يشوف هذا الفيديو ما يقول هذا بمستشفى وبيه أطباء وبيه كوادر طبية، أشخاص اعتدوا على الكوادر الطبية وعلى الأطباء. ليش؟ لأن حالوا أبوهم أخوهم ما عرفوا، رجل كبير بالسن عمره 55 سنة للطب العدلي، يعني ما تريدوا يموت. زين أنتوا من تمرض الأب، يعني ليش جبتوا للمستشفى؟ غير حتى يتعالج، هو الطبيب إن وجد بالمستشفى حتى يعالجه، حتى يخفف ألمه، حتى يشيل من مرضه، وبالتالي قضاء الله أكبر من كل شيء. يعني سبحان الله، هي غير الأعمار بيد رب العالمين والأعمار بيدكم. أنتوا تعتدون على أطباء لأن أبوكم أو أخوكم أو أي شخص من أفراد عائلتكم مات، زين، وبالتالي هو الطبيب اللي قتله. زين اذا انتم عندكم الاعتقاد السائد انه الطبيب هو اللي قتل ابوكم، ليش جبتوه للمستشفى؟ كان بقيتوه بالبيت وانتم عالجتوه، وبالتالي من يموت بعد ما تصير هذه المهزله. القوات الامنيه دخلت حتى يفكون هذا النزاع، وطبعا مشاهدينا هاي مو اول مره صار او دا يصير هيك اعتداء على الكوادر الطبيه. ايضا انتشر هذا الموقع على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان لرواد مواقع التواصل الاجتماعي اراء وتعليقات كثيره حول هذا الموضوع، رصدنا لكم بعض منها. من مصطفى يقول تخيل هذا الطبيب ايش قد دارس مثل ما علقت يعني، وتعبان على نفسه وبالتالي ينكتل بالمستشفى. الكوادر الطبيه والأطباء اللي خلصوا حياتهم حارمين نفسهم من الحياة، خلصيها دراسة وسهر وتعب للحفاظ على أرواح وصحة المرضى، بالأخير يتم الاعتداء عليهم بهاي الطريقة. مثال مشاهدينا تعليق آخر، نرجع ونقول بسبب إهمال الدكاترة وسوء معاملتهم مع المريض وأهل المريض ونفسياتهم التعبانة. هو تساؤل اللي يدور بذهني، هو الشخص من يريد يروح للمستشفى يعني جايين قافلة وياه، يعني 25 واحد جايين وياه، هو يا أما يجي ابنه يا أما تجي زوجته، يعني أنتوا رايحين شنو فصل، رايحين حرب، أنتوا رايحين تعالجون مريض مدخلين 25 نفر. أنا أتمنى يعني الجهات المعنية والحكومة تخلينا حد لهذا الموضوع، على الأقل يمتنع دخول المريض إلا مع شخص واحد فقط حتى يقدرون يتجنبون هيك حوادث. تعليق آخر، وين حق الأطباء؟ بعدين دا يسوون واجبهم، الظاهر ذولا جماعة الميت هم كاتلي حتى ما يريدون يعرفون سبب الوفاة مو الوفاء. هذا آخر تعليق حول موضوع وفاة الشخص الكبير بالسن في مستشفى الألماني بمحافظة النجف الأشرف اللي أسفر عنا هذا الاعتداء. نتمنى من الجهات المعنية والجهات المختصة أن تشوف لنا حل للتعرض المستمر للكوادر الطبية. من محافظة النجف الأشرف إلى كركوك، وزارة أو هيئة الدفاع الجوي أسقطت طائرة حلقت على أجواء محافظة كركوك، طبعا الأسباب مجهولة ولا زال التحقيق جاري لمعرفة تفاصيل القضية. خلينا نشوف الخبر مشاهدينا. مثل ما لاحظنا وشاهدنا الفيديو، هو لحظة إطفاء الطائرة اللي أسقطتها وزارة الدفاع الجوي، واللي
دخلت على الحدود محافظة كركوك، والحمد لله والشكر أنه هذه الحادثة أو هذا سقوط الطائرة لم يسفر عن أي إصابة لا مادية ولا خسائر أرواح. أيضا مشاهدينا عندنا خبر آخر على هذه المنصة، فيديو مشاهدينا خلينا نشوفه ونرجع لكم. على فحص المخدرات من قبل مثل ما شاهدنا اكتظاظ بالمواطنين حتى نعرف الأسباب. أنه من الإجراءات اللي انفرضت بالآونة الأخيرة هو اللي يقدم للدراسات العليا لابد أن يتم أو يخضع لاختبارات فحص الدم لنسبة المخدرات بالدم. هذا الاكتظاظ مشاهدينا في مستشفى الكندي. هساني ومدى أشوف الفيديو يعني أقول هذا شو وقت يوصل للسرة، يعني هو بس هذا المقطع، هذا المقطع اللي صحيح والله فعلا هو أصلا ماكو سرة. هذا المقطع أظهر لنا يعني ما يقارب خلينا نقول 70 شخص، 70 أكثر. يعني شلون المواطن يكون له رغبة بعد يحضر بهيك دائرة أو هيك مستشفى أو هيك مكان حتى يتم أو يتم خضوع لفحص الدم للمخدرات؟ هي خطوة إيجابية وطبعا خطوة جدا مهمة، لأن على تزامنا مع ارتفاع انتشار المخدرات وارتفاع نسبة المخدرات في الشارع العراقي أو بكل مكان، لكن نأمل أنه تكون هناك آلية لتقديم أو التقديم لهذه الفحوصات، كأن يكون التقديم على الأسماء، على المناطق، على الدوائر، على الأقل حتى المواطن ما يشعر بالتذمر. احتمال أصلا المواطن من يشوف هيك حالة أصلا ما يروح يروح يتم الفحص أو يقدم على الفحوصات. هذا اللي كان عندنا مشاهدينا بمنصة الإنستغرام، وقويانا بمنصة الإكس، ولكن بعد الفاصل. اهلا بكم مشاهدينا ومنصه الاكس. الخبر عندنا انتشر حالا او انتشر مو حالا يعني كلش جديد، يخص التصريح اللي ادلته حكومه الكويت بمنع دخول العراقيين لبطوله كاس الخليج العربي خليجي 26. رصدنا كثير من التغريدات بمنصة الإكس حول هذا الموضوع، طبعا بعدين نعلق، خلينا نقرأ التغريدات ونشوف. مصطفى كامل يقول حكومة الكويت تقرر عدم السماح بدخول العراقيين إلى بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم خليجي 26 بدون تأشيرة. ومحامي الاتحاد الكويتي لكرة القدم مشاري السند يتمنى قطع العلاقات مع العراق نهائيا. ان شاء الله احنا همنا نقطع علاقتنا معكم. يعني تغريده اخرى لهذا الموضوع، ضياء طالب يقول العراق والكويت دائما ما كان العراق المبادر بحسن النيه ولا يجازى بذلك، وبعد ان فتح ابوابه في خليج 25 وسمح بدخول الجماهير الكويتيه بدون فيزا نتفاجئ بان الكويت لن تسمح بدخول اكثر من 200 مشجع فقط. تغريده اخرى، موضوع يعني يخلي الواحد يعني يضحك بدون. العمار يقول الاتحاد الكويتي لكرة القدم سمح بدخول 200 مشجع عراقي فقط لتشجيع المنتخب العراقي، نفوس العراق 40 مليون والكويت 4 ملايين، يعني نسمح بدخول 20 مشجع كويتي فقط، يعني نسبة وتناسب. التعامل بالمثل، قانون الفيفا ينص بدخول 10,000 مشجع. تغريدة أخرى، حمودي يقول الكويت تسمح بدخول 200 مشجع عراقي لمباراة العراق والكويت تصفيات كأس العالم، مع العلم أن العراقيين فتحوا قلوبهم وبيوتهم للمشجعين الكويتيين ببطولة كأس الخليج الأخيرة بالبصرة. لماذا هذا البعض وحقد هذا البغض وحقد
بجانب العراق. أخي الكريم، هل أنت موافق لهذا القرار؟ أكو تغريدة أخرى مخرجنا؟ لو هاي آخر تغريدة؟ أكو تغريدة. بهاء خليل، المشكلة الآن ليست بخليجي 26، المفروض أنه يخوض المنتخب العراقي مباراة مع الكويت في الكويت ضمن التصفيات النهائية لكأس العالم بعد أقل من شهر، والكويت ترفض دخول العراقيين من حملة الجواز العراقي وتسمح بدخول العراقيين الحاملين لجوازات دول أخرى، يعني المغتربين. قانون اللعبة ينص على أن تكون 5% من مقاعد الملعب خاصة للجمهور العراقي. أستاذ جابر اللي سيستضيف المباراة سعتها 60,000، وهذا يعني الكويت عليها أن تمنح فيزا ل 3,000 مشجع عراقي. خلي شوية نتوقف بهذا الموضوع ومنع دخول العراقيين للكويت. ما صار إن هواية من كانت الزيارة الأربعينية، وأتذكر استقبال العراقيين لإخوتنا الكويتيين بالأهازيج والهوسات، يرحبون بيهم بزيارة الأربعين ويقدمون لهم كل الخدمات الراحة ويدلكون أقدامهم ويقدمون لهم المي والشراب والأكل وإلى آخره. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ زين، خليجي 25، العراق فتح أبوابه على مصراعيها أمام الكويتيين بدون قيد أو شرط، كلها تدخل بدون فيزا. تقابلون الإحسان بهذه الطريقة الغير حضارية نقول؟ ما أعرف، لكن هذا التصرف ذكرت شغلة. أسعد العيداني محافظ البصرة صرح بمؤتمر يقول أنه إذا كان هذا التصريح تصريح تم نشره بصورة يعني رئيسية وتم يعني هسه مجرد بس تصاريح وما انتشر بصورة رسمية، لكن في حال أن تم انتشاره بصورة رسمية سيكون التعامل بالمثل. هذا ختام منصة إكس، ننتقل وياكم القصة حدث مشاهدينا لكن بعد الفاصل. مشاهدينا هسه بقصة حدث، وقصة حدث تتحدث عن جريمة مروعة حصلت بمحافظة صلاح الدين، تحديدا بقضاء بيجي بحي يسمى حي العصرية. هذه الجريمة حصلت، العائلة مكونة من أب وأم وابن. وقت الجريمة يتراوح ما بين 7 بالليل ل 9 بالليل. دخلت عليهم عصابة، كتفوا الأب والأم والولد، ربطوا إيديناتهم بشناطات رجليهم، يعني ربطوها بلاصق، وتم قتلهم بواسطة السلاح الأبيض بواسطة السكاكين والخنق، وبالتالي تم حرق بيتهم ولاذوا بالفرار. لكن اللي اكتشف هذه الجريمة أو يعني قدر أنه يكتشف أنه هناك جريمة بهذا البيت هم العمال اللي يشتغلون مقابل هذا البيت، شافوا أكو تصاعد للدخان ببيت المجنى عليهم. حادثة مفجعة في صلاح الدين، حرق منزل وقتل 3 أفراد من عائلة واحدة في بيجي. خلينا نشوف الفيديو مشاهدينا وشون حال بيتهم. شفنا طبعا هذا الفيديو، هذا البيت شلون لقوا. القصه تقول انه الاب والابن دا يتعشون بالهول والزوجه بالمطبخ، تم الهجوم عليهم وتكبيلهم وقتلهم، وبالتالي حرقوا البيت وانهزموا. هذه الحادثه ايضا شبهوها بحادثه قديمه حصلت في قضاء سامراء ايضا في محافظه صلاح الدين. كان العائلة مكونة في وقتها من 5 أفراد، أيضا قتلوهم وحرقوا البيت. عندنا فيديو مشاهدينا، خلينا نشوفه ونرجع لكم. سلامات أصدقائي، إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة، وتحياتي لكم جميعا. رح نتكلم في هذا الفيديو عما حصل في محافظة صلاح الدين
وتحديدا في مدينة بيجي بالقرب من المستشفى العام في بيجي في العراق، مجرمون يرتدون زيا عسكريا اقتحموا منزل المواطن صفاء شاكر الجنابي، ثم قاموا بقتله وقتل زوجته وابنته، وبعد ذلك قاموا بتربيطهم بالكراسي وحرقهم وفروا من موقع الجريمة. الأجهزة الأمنية العراقية حضرت إلى موقع الجريمة وباشرت التحقيقات وكثفت من عمليات البحث والتحري من أجل الكشف عن هوية الجناة وإلقاء القبض عليهم بأسرع وقت ممكن، وفرضت منع التجول في المنطقة وأكدت أن الحادث جنائي. هذه الجريمة شكلت حالة من الصدمة في الشارع العراقي وعبر مواقع التواصل الاجتماعي. هناك حالة من الصدمة والحزن على مقتل عائلة صفاء شاكر الجنابي بهذه الطريقة، والمطالبة بسرعة إلقاء القبض على القتلة ومحاسبتهم والقصاص والإعدام لهم. رحم الله عائلة صفاء شاكر الجنابي، وربنا يأخذ حقهم من هؤلاء المجرمين. وصلنا أعزائي إلى نهاية الفيديو، اللي ما اشترك في القناة يشترك وفعل جرس التنبيهات يصلكم أخبار وإشعارات أولا بأول، وما تنسوا تتابعوني عبر الحساب الرسمي على منصة إكس تويتر سابقا اللي راح يظهر أمامكم على الشاشة الآن. وهلأ سلامات أحلى متابعين. مثل ما شاهدنا الفيديو، القوات الأمنية بعد أن تم الإبلاغ عن هذه الحادثة لهذه العائلة ألقت القبض على 6 مشتبه بهم بهذه الجريمة، ويعني لا زالت التحقيقات جارية ولا زالت البحث جاري لمعرفة تفاصيل وملابسات هذه القضية. أيضا عندنا منشور آخر حول هذا الموضوع مشاهدينا. رحيم، صباح هذا اليوم تفاجأ أهالي قضاء بيجي منطقة الحي العصري الجنوبي بوجود حادث لعائلة مقتولة بالكامل تتكون من رب الأسرة وزوجته وابنه. طبعا الحادث أعتقد حسب ما وجود كشف أدلة ووجود، أنا ما أقدر أصرح أي شيء قانوني، لكن وجود الأب وابنه مقتولين في الصالة الداخلية والأم مقتولة في المطبخ. الأب والأم يعني كانوا يتعشون لأن صيانة العشاء موجودة بالصالة، والأم كانت كان عملية القتل كانت بوضع شناطات بالأيادي وربط الأقدام بتيب شفاف، يعني هذا الشخص متمرس وقاتل مسيطر على الجريمة. العائلة هذه ما عندها مشكلة أبداً، مشكلة لا عشائرية ولا مشكلة سياسية ولا عندهم أي شيء، علما أنهم من عوائل الشهداء. أخوه الأكبر الله يرحمه انقتل بعبوة لاصقة. هذه الأمور تثير بعض المشاكل في قضاء بيجي أمنيا، علما أن نسبة الأمان في قضاء بيجي 100% بعد العودة، لكن مثل هذه الحالات تسوي شوشرة ورعب في قضاء بيجي. مثل ما تحدث قائم مقام بهذا التصريح انه العائله ايضا من عوائل الشهداء وايضا ابنهم الاكبر شهيد بعبوه لاصقه، يعني عائله ذو سمعه طيبه وما عندهم اي مشاكل وما عندهم اي اشكاليات وصارت عندهم هذه الحادثه. نرجع نربط هاي الحادثه بحادثه قضاء سامراء في ايضا محافظه صلاح الدين اللي حصلت ايضا لعائله مكونه من 5 نفرات تحديدا في منطقه العباسيه. خلينا نشوف الفيديو عن هذه العائله. حدث مبهم ما ندري به، يعني ما حسينا به الا الصبح الساعه 7، البيت مشتعل وما افتهمنا كل شيء. جينا لقينا هاي الناس مقتله، ما افتهمنا كل شيء والله. وجت القوات الامنيه وجعلتها الساعه يعني يحققون بالمواضيع. والله الامني كل شلون والله ما كان اكو شيء يعني وضع الامني، بس هاي غفل يعني. هاي بنفس الطريقه ونفس الاليه تم قتل هذه العائله المكونه من 5 نفرات، وبالتالي حرق بيتهم ولاذوا بالفرار. هذا اللي كان عندنا مشاهدينا بقصه حدث. نتمنى ان تتمكن القوات الامنيه والجهات المختصه من القاء القبض على المتهمين وان ينالوا أقصى العقاب. مشاهدينا، ختام فقرتنا لهذا، بعدها قصة نجاح، لكن بعد الفاصل. مشاهدينا، فقرة قصة نجاح، مثل ما تعودنا بكل حلقة قصة نجاح نستضيف بضيف محترف مبدع. ضيفتنا لهذا اليوم راح تكون طفلة مبدعة رائعة حاصلة على كثير من الامتيازات، كثير من المميزات. خلينا نشوف الفيديو التعريفي عن ضيفتنا وبعدين نرجع لكم.
اللي هي الطفلة الموهوبة عسل حافظة للشعر ومتعددة المواهب. ماله هي اليوم ويانا رح نتعرف عليها أكثر. صباح الخير يا عسولة. بالبداية عرفينا عن نفسك وخلي المشاهدين يعرفون منو عسل، ايش قد عمرها، بأي صف. السلام عليكم، إني تلميذة عسل جواد جمعة، الصف السادس، مدرسة العراق الحر، تربية بغداد الرصافة الثانية. أبلغ من العمر 11 عاما. شاركت في مسابقة تحدي القراءة العربي وقد حصدت المركز الأول على الرصافة الثانية. قرأت أكثر من 90 كتابا، منها أدبية ومنها شعرية ومنها روايات عالمية وكتب فكرية. شفنا الفيديو التعريفي مشاهدينا لهذه الطفلة المبدعة الرائعة عسل، وهي اليوم ضيفة عندنا ببرنامج إيتاك. أهلا بيك عسل، خليني أسميك عسولة لأن أنت اسم على مسمى. شلونك عسل؟ الحمد لله بخير. نورتينا وشرفتينا برنامج إيتاك، وإن شاء الله راح يستفادون الفئات العمرية اللي بعمرك تستفاد من هذا اللقاء. حدثينا عسل عن حصولك على المرتبة الأولى بتحدي القراءة العربي، ونعرف أنه أنت قارئة للكتب ومطالعة، تحدثي عن هذا الموضوع. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. معكم الطالبة عسل جواد جمعة من مديرية تربية بغداد الرصافة الثانية. شاركت في مسابقة تحدي القراءة العربي في الموسم السابع، وقد قرأت كتب أدبية وروايات عالمية وقصص خرافية، وقد حصدت المركز الأول على الرصافة الثانية، وأيضا تم اختياري من متميزي سفراء المناخ الصغير على مستوى بغداد، وأيضا تم ترشيحي ضمن الثلاثة الأوائل في مسابقة أمة تقرأ التي أطلقتها العتبة الحسينية المقدسة. قرأت أكثر من 105 كتاباً، زادتني هذه الكتب علماً فهماً ثقافة، وأصبح استيعابي أكثر. صرت أفكر قبل أن أنطق، وأدركت بعدها أن القراءة هي مفتاح المعرفة، والمعرفة هي مفتاح النهضة الحضارية. كانت تجربتي في مسابقة تحدي القراءة العربي تجربة رائعة حقا، تعلمت منها الكثير من المعلومات التي أدت إلى تطوير مهاراتي الشخصية. عسل، نعم. أنت عمرك 11 سنة وقارئة للكتب، كم نعم. كتاب قرأتي؟ 115 كتابا، 50 كتاب قرأتها في الموسم السابع لمسابقة تحدي القراءة العربي، و50 كتابا في الموسم الثامن، وأيضا 15 كتابا لمسابقة أمة تقرأ التي أطلقتها العتبة الحسينية المقدسة، التي تهدف إلى غرس روح محبة القراءة وتعزيز الثقافة بأبناء المجتمع العراقي. ما شاء الله عسولة، أنا راح أبدي أغبطش، يعني هو مو حسد لكن هي غبطة، أتمنى أن أكون مثلك. لكن عسل، أنت 11 سنة وقرأتي هذا العدد الكبير من الكتب، من أي عمر بديتي تطالعين، ومن المسبب الرئيسي أو الداعم الرئيسي لعسل حتى تكون بهذه الروعة والاحترافية والإبداع؟ بدأت بالقراءة عندما كنت في الصف الخامس، كانت والدتي تشجعني كثيرا، وأيضا عائلتي ومديرتي ومعلمتي شجعوني كثيرا، ولولا والدتي لكوني لم أصل إلى هذه المرحلة، فكانت والدتي هي الجزء الأساسي لكوني قارئة وفائزة بالمركز الأول على مديرية تربية بغداد الرصافة الثانية. ما شاء الله، يعني الله يحفظك ويحفظ والدتك، وإن شاء الله يا رب نشوف عسل بالسنوات القادمة فشي كبير بالمجتمع، فشي رائع وعظيم، وأكيد أنت عندك أحلام وطموح وأفكار لتخططي للمستقبل. لكن قبل شوية قلتي أنه أني تم تسميتي سفيرة المناخ الصغير، شلون يعني؟ شوية اشرحي للمشاهد شنو يعني سفيرة المناخ الصغير، وشلون قدرت تحصلين على هذا اللقب؟ نعم، مبادرة سفير المناخ الصغير أطلقها رئيس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني، وأيضا برعاية قسم الوعي البلدي أتت لجنة من وزارة التربية العراقية إلى مدرستنا، وقاموا باختيار الطلبة الذين لديهم شغف بأن يكونوا كشكل مساهم في مبادرة سفير المناخ الصغير. نعم. في هذه المبادرة
يطمح المشارك بأن يرى بلاده وهو مزدهر من خلال زراعة الأشجار والاهتمام بالبيئة والمحافظة على أثمن الأصول الطبيعية وهي الأرض. يعني أنت كان عندك مشاركة بشيء يخص المناخ بزراعة الأرض، شنو بالتحديد؟ أتمنى أن أرى بلادي وهي مزدهرة، وأنا أحب كثيرا أن أتطلع على المناخ ولكي أعرف ما هي أسباب الجو الحار أو الترابي. يعني بارك الله بيك وهنيئا ببلادك بهيك شخصية. شنو طموحك عسل؟ شنو الإنجازات اللي أنت حققتيها والإنجازات اللي أنت تطمحين أنه تحققيها بالسنوات القادمة إن شاء الله؟ حاصل المركز الأول على مستوى مديرية تربية بغداد الرصافة الثانية، وحائزة على هذه الجائزة أو القرص من مجلس النواب العراقي. وأيضا التقيت مع وزير التربية العراقية ومع مستشار رئيس الوزراء ومع وزير الزراعة. زين عسل، منو من عائلتك مثل هاي الاحترافية والإبداع والثقافة؟ منو منهم مثلك أنت مثل هذا المستوى الرائع؟ أخي وأختي. نفس الشيء؟ نعم. أيضا؟ نعم. همينا عندهم مشاركات بالقراءة العربية ويقرؤون كتب ويطالعون مثل ثقافتك؟ بغير جانب، أختي تستطيع أن تحسب حساب ذهني سريع. شلون؟ عيدي؟ أختي لديها موهبة في حساب الذهن السريع. تمام. وأخوك؟ تحدي القراءة العربية، يقرأ القصص. القراءة العربية، شنو تطمحين بالمستقبل؟ عسولة. أطمح أن أكون شخصية ناجحة نافعة، أنفع عائلتي وأصنع شيئا جديدا لي في حياتي. إن شاء الله. أنت أكيد هسه أنت شخصية نافعة وعظيمة ومحترفة ومبدعة. شكرا. زين، شنو الكلمة اللي تحبين تقدميها للبنات اللي بمثل عمرك؟ شنو النصيحة اللي تحبين يسمعوها من خلال برنامج إيتاك؟ النجاح يبدأ بالخطوة، والخطوة تأتي من الثقة، والثقة تأتي من الإرادة، والإرادة يصنعها الطموح، والطموح يأتي حين نفكر في الحافز الداخلي. طور ذاتك، غير حياتك بالقراءة، لأن النجاح هو سلاح لا يأتي بالصدفة. من خلال تطلعي للقراءة، اقرأ، فالقراءة هي أسلوب الحياة. القراءة تجعل منك شخصا عظيما، وربما لا تكون شخصا عظيما إلا إذ كانت لديك لغة تحيا وتعتز بها. وقياسا على قول الشاعر أحمد شوقي عن الكتاب: أنا من بدل بالكتب صحابا، لم أجد لي وافيا إلا الكتابة. اقرأ، لأن القراءة هي مفتاح المعرفة، والمعرفة هي مفتاح النهضة الحضارية. نورتينا عسولة وشرفتينا وعاشت إيدك، ورب العالمين يبارك بيك ويبارك بوالدتك، وإن شاء الله يا ربي بالمستقبل نشوفك في شيء كلش كبير. وشكرا لحضورك ويانا برنامج إيتاك. مشاهدينا، وهل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ كانت هذه ختام فقرتنا وختام برنامج إيتاك. مشاهدينا، انتظرونا بحلقات مقبلة إن شاء الله. تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل، في أمان الله.